يلا أيضا في موضوع العدد اليوم، موضوع أثار الكثير في الآونة الأخيرة لعودته والإقبال الكبير عليه، وتحول إلى ظاهرة من جديد وهي الهجرة غير الشرعية، بعد أن نقصت بشكل كبير بعد الأحداث السياسية في السنة الماضية التي نتجت عن الحراك وعودة بعض بوادر الأمل، مما نتج عنه ربما تقلص أعداد المهاجرين غير الشرعيين. لكن في الآونة الأخيرة نشهد توافد وعودة هذه الظاهرة بأعداد كبيرة ومهولة في مختلف المدن الساحلية غربا وشرقا. نحاول اليوم الحديث عن هذا الموضوع وإطلال عليه، الأسباب التي دفعت بالظاهرة إلى العودة من باب الاختصاص، ما هي المشاكل الاجتماعية أو الدوافع الاجتماعية التي دفعت بهذه العودة، و ما إن كان هناك ربما بعض البوادر أو الدوافع السياسية، بالإضافة إلى الحلول والعلاجات. الحديث أكثر في هذا الموضوع نسعد بربط الاتصال مباشرة أقول بالدكتور محمد زاوي، أستاذ علم الاجتماع. دكتور أهلا مرحبا بك معنا اليوم. السلام عليكم أخي محمد الأمين. أهلا وسهلا مرحبا. بداية شكرا على هذه الاستضافة وتحية طيبة لجميع مستمعي قناة الأنيس. أهلا وسهلا دكتور. ربما ظاهرة جديدة قديمة تعود إلى الواجهة وهي الهجرة غير الشرعية، بعد أن ربما كنا سعداء جدا بتراجع هذه الظاهرة في السنة الماضية، هي تعود من جديد. ربما نتساءل كما نتساءل دائما عن أسباب عودة هذه الظاهرة. نعم أستاذ محمد، بالنسبة للأسباب هناك تراكمات اجتماعية واقتصادية حصلت بظلالها على الشباب، على المجتمع الشاب الجزائري الذي يبحث دائما عن الرفاهية والتطور. نعم نسمعك دكتور. أنت في الاستماع. نعم نسمعك دكتور. وكذلك بأسباب البطالة والفقر مما يؤدي بالشاب الجزائري إلى البحث عن الأفضل، وللأسف هناك الجزائر لا يعني توجد فقط المشاكل، أحيانا الحلول جد ضئيلة خاصة من المسؤولين وحتى من المجتمع. هي ظاهرة ربما في الفترات الماضية ربما تراجعت تقريبا بعد بداية الحراك، ربما هناك فرح كبير أنه تراجع الظاهرة وتعود من جديد، هذا هو ربما المستجد في الساحة. نعم تقلصت الظاهرة أثناء أيام الحراك في تلك الأشهر، لكن سرعان ما عادت مع انتهاء فترة الرئاسيات، وكذلك الشباب الجزائري لم يجد حلولا آنية. يعني الشاب الجزائري الآن يبحث عن حلول آنية للوضع المادي الخاص به. هناك الآلاف من خريجي الجامعات هم بطالون. نعم. يعني دائما أن الوضع الاجتماعي يحط بظلاله على الشاب الجزائري. نعم الوضع الاجتماعي والتراكمات الاجتماعية والنفسية حتى النفسية. حتى النفسية، نعم، كيف ذلك؟ يعني ربما صورة ربما لو تحطنا في صورة أفضل، لأن الوضع الاجتماعي تقريبا كلنا نعيشه، لكن هناك فرق أنه خيار شخص يهاجر بطريقة غير شرعية وشخص يهاجر بطريقة شرعية وشخص يفضل البقاء في الجزائر، أين تكمن الاختلافات بينهم في الذهنيات؟ نعم بالنسبة للذهنيات هناك تربية لازم تكون تربية سليمة، بداية من التربية الأسرية لازم تكون النشأة على حب الوطن والتمسك بالوطن مهما اختلفنا ومهما اشتد بنا الحال. يعني نعم، يعني أنت تقصد أنه يجب التربية من الأولياء أن ربما يزرعوا في أبنائهم على الأقل رغم كل الظروف أنهم حب الوطن والبقاء. نعم الأفضل هو حب الوطن والبقاء، وكذلك الرضا بالقضاء والقدر ولما لا. لكن وإذا كان هناك هجرة لازم تكون في إطار شرعي، والهجرة لازم تكون يعني بشهادة وتكون بلغة، لازم يعني تتهاجر بطريقة شرعية لازم تكون تحسن اللغة أو عندك مهارة. يعني حتى وتحاول تهاجر بطريقة شرعية يجب أن تتوفر على مؤهلات. يعني نعم بالضبط.
فما بالك الهجرة غير الشرعية؟ نعم، لأنه لما تصل إلى الضفة الأخرى راح تجد شيء مغاير عكس تماما ما يروج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. طيب ربما لو تحدثنا من باب المسؤوليات، احنا دائما نلوم الشاب الذي يهاجر بطريقة غير شرعية وربما نهمل مكونات أخرى، حسب رأيك دكتور من المسؤول خلينا بعيدا عن السياسات، من المسؤول أيضا عن هذه الظاهرة في المجتمع؟ يعني تقصد المسؤول عن الحرقة، تفاقم هذه الظاهرة وسط الشباب، تفاقم هذه الظاهرة، يعني المسؤولية على من تقع بالإضافة إلى الشخص بحد ذاته، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة، يعني من أيضا يتشارك هذه المسؤولية؟ الكل يتشارك، بداية من الأسرة إلى المسؤولين. نعم، الكل يتشارك. طيب حسب رأيك اليوم نحن أمام ظاهرة، ربما ظاهرة بمعنى الكلمة، هي ظاهرة لم يسلم منها ربما الشباب، ربما أعداد كبيرة، ما يعلن عنها ربما هو عدد ما تم اكتشافهم فقط، ولكن نتوقع أنه أعداد كبيرة. فالحلول يعني اليوم أمام هذه الظاهرة، ما الذي يجب أن نفعله لهؤلاء الشباب لهذا الوطن حتى ربما ننقص على الأقل من هذه الظاهرة؟ بداية للحد من هذه الظاهرة لازم يكون هناك تغيير، والتغيير هذا لازم يبدأ من ذات الفرد. نعم، ويبدأ نحو الأسرة نحو المجتمع حتى يصل إلى الدولة. وكذلك يبدأ التغيير من الدولة يصل إلى المجتمع ويصل إلى الأسرة حتى يصل إلى الفرد. نعم. طيب ربما لو نتحدث عن الفرد بحد ذاته، وكأن الحرقة أستاذ الدكتور محمد تحولت إلى حل ربما سريع يراه الشباب هكذا، يعني أنه يجمع بعض الأموال ويغامر في البحر ويسافر من أجل تغيير نمط معيشي إلى نمط معيشي، ويبتعد عن كل محاولة لتحسين مهاراته وتطويرها وتجربة ربما مهنة أو حرفة ربما يكتسب منها دخلا محترما هنا في الجزائر، فدائما البحث عن الحل السريع، وكأنه تحول إلى حل سريع الحرقة يعني. نعم، بداية هذه مخاطرة من الشاب الجزائري أنه يوجد هذا مبلغ مالي يعني محترم يوقف به في عرض البحر، يعني مش عارف روحه لا يوصل ولا لا، ماذا لما يوصل راح يجد ممكن حل لحظي، ممكن هذوك الدرام يصرفهم في شهر فقط، بعدها يرجع للميزانية كما نقول احنا يرجع نفس الحال. وأنا أقول لجميع الشباب أنه يمكن النجاح في الجزائر، ولكن لازم الواحد يأمن بقدراته ويأمن بإمكانياته. ممكن صح راح يلقى في بداية تحديات من المجتمع، من المحيط الأسري، من المقربين الأصدقاء، لكن لازم الواحد يكمل، لازم الواحد يثابر، لأن الدنيا هذه مش للراحة، يعني لازم تعب، لازم مكابدة. يعني على الشباب ربما أن يبذل مجهود أفضل، أن لا يتجه مباشرة إلى الهجرة غير الشرعية، وإن أراد أن يهاجر على الأقل يهاجر بطريقة مضمونة، طريقة شرعية يعني. نعم، كما قلت لك أنه يمكن النجاح في الجزائر، يمكن التفكير في مشاريع، التفكير في حلول، لازم الواحد ديما يفكر للأفضل. يعني مش يبقى قاعدة يتفرج ويستنى الحلول يطيح عليه، ولا يجي كل واحد يعطي له فكرة ولا يجي. نعم. طيب نعم دكتور محمد، كنت معنا اليوم، شكرا لك على هذه ربما الإطلالة وهذا التشخيص الاجتماعي خاصة المتعلق بالهجرة غير الشرعية، شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد أمين، وتحية طيبة لك ولجميع الزملاء الكرام. أهلا وسهلا. نعم متابعينا مشاهدينا الفاضل، موضوع الهجرة غير الشرعية هو يتكرر دائما، ربما نحن في حديثنا اليوم قدمنا، ربما قلت أنا شخصيا أنه يهاجر بطريقة غير شرعية يعني، لكن هذا ليس دعوة للهجرة، بل الأمر يبقى خيار للشخص وحسب إمكانية كل شخص، والأمر ربما الهجرة الشرعية هي حال كل العالم يهاجر من بلد إلى بلد، الاتحاد الأوروبي، في آسيا، في أمريكا، حتى في إفريقيا، فالأمر طبيعي الناس أنها تهاجر من مكان لمكان لتجد مكان أفضل ولتبحث عن ذاتها ولتطور قدراتها، وهذا أمر ربما معقول جدا، لكن ربما الخطر الأكبر هو في الهجرة غير الشرعية. طبعا كما قال الدكتور محمد زاوي أنه الظروف الاجتماعية والتراكمات الاقتصادية وربما حتى التأثيرات السياسية في الآونة الأخيرة
وقعت بظلالها على ذهنية الشاب الجزائري الذي كان أساسا ربما هو خارج العملية الاجتماعية والسياسية بعد أن تم تزويده أو شعر بجرعة أمل في الآونة الأخيرة. ها بدأت ربما الأمر يعود أو يقترب إلى نقطة الصفر. فربما هي رسالة وهي إلى كل المسؤولين باعتبار أن اليوم مسؤولية هي مسؤولية الجميع، من إعلام إلى أخصائيين اجتماعيين إلى نفسانيين إلى أسرة إلى المسؤولين المحليين وفي السلطات الوطنية وفي المركزية وفي مختلف الدوائر التي تشغل حيز ما في تطوير التنمية في هذا البلد، فهي مسؤولية جماعية. فأينما وجدت التنمية وجدت ظروف كريمة للفرد، وفي تزاوج وتلاقح هذين الشرطين فعلا فإن الفرد سيشعر بالأمان، وهي ليست اختراع جديد بل هكذا تعيش كل الشعوب. هذا ربما كان الموضوع الذي أردنا أن نفتح فيه بعض التساؤلات ونشير إليه من باب العلاج وربما وضعه في قالبه الذي يجب أن نضعه فيه. وكما هي ربما من عاداتنا أننا نركز على المواضيع هكذا التي لها ارتباطات اجتماعية ونفسانية وحتى الاقتصادية، كان حديثنا اليوم عن الهجرة غير الشرعية. الأنيس ديلي ما زالت مستمرة معكم لكن بعد هذا الفاصل.